أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل التقصير للشعر في العمرة هو أخذ شعيرات قليلة من جميع جهات الرأس؟ لا، يأخذ شعر، ما هو بشعيرات، يأخذ شعر من الجوانب، من الوسط ومن الجوانب، يعمم الرأس بالتقصير كما يعممه بالحلق، لأن الله جعل التقصير بدلا عن الحلق، والحلق يعم الرأس، فكذلك التقصير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. اليوم الحمد لله وجدت المكاين تخليها على درجة معينة وتمر على الرأس وتقصره أو تحلقهم بغير حلق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.